هاي فرح. هاي كريم، كيفك؟ منيحه ان شاء الله. صدفه حلوه، طمنيني شو الاخبار؟ منيحه. عم جيب له قمصان لسامي، بتعرفوا ما لي خلق لهالقصص. وانا كمان ما لي خلق، نحن بالعيله هيك تركيبه كلها سوا. جاي مع شريكه غصب عني. جيد لك عمي، انت شو قصتك؟ شو عم تعملي حتى تضلك حلوه هيك؟ خرب بيتي شو محظوظ هاللايم. حرام عليك، انا كمان محظوظه فيه. ايه انتوا اثنيناتكم بتجنن. طمنيني، جاهزين للسبت؟ اكيد. جود كريم، شف لي اني احلى. قرب قرب حتى اعرفك على فرح. عامر الباشا صديقي وشريكي الجديد. فرح بتكون مرت ابن خالتي. مرحبا. يا اهلا وسهلا، تشرفنا. شف لي اني احلى على الاسود. اثنيناتهم حلوين. فرح انت شو رايك؟ انا؟ الاثنين حلوين. فيك تجرب الجرافات اذا بدك. اوكي. اليوم انا عم جيب له هديه لكريم، شفته هو وشريكه. قلت له انه عم جيب لك انسان لك. بيسلم عليك. شو هالصدفه هيدي؟ كنت تركيه فرد مره يختار هو هديته. شو رايك دفعوا حقهم كمان؟ فيها وجهه نظر. طب فيك تقلي تليفون بايدك شوي تحكي كلمتين على بعض؟ يلي خليني اخلص الدق الاول. بلا سؤال. شوي حياتي. خلاص. سائل. أما الآن مع نجم الأكشن كينان. ضربه ثانية مش عارف فيه. نجم الأكشن يعود من جديد. كينان. منيح، كيفك انت؟ كيف؟ شو عم تعملي؟ شعتري. قاعد هون عم بستنى كينان لينام. يلي ما كان ينام هلكنا وما كان ينام. الساعة صارت 8:30. 8:30. 8:30. ما بدك تنام لك بابا؟ ما بدك تنام؟ نعم. اي نعم. خلص بسرعة والحقيني. سامي بكير بعد يا زلمة. تشي هلا حق علي، تأخرت بالشغل، حمامت وجيت على السريع. هاي كريم. هاي. ينعاد عليك. ثانك يو. انتو بخير. ينعاد عليك. من هي لشي 100 سنة شو عم تدفع من جيبتك؟ كمان بعتبر فاصل كمان. اكيد. هي لإلها. ثانك يو. بدي اعرفكم على صاحبي على الأنصل. سيادة الأنصل كيفك؟ حبيبي. سامي ابن خالتي فرح مدامته. مرحبا. مدام. مرحبا فرح. فوتوا فوتوا فوتوا. تفضل تفضل. افتح افتح هلا بيجي لعندك. Just watch.
تسمعني؟ تسمعني؟ نحن الدفاع المدني، جينا نساعدك. خذ نفس، خذ نفس. حرك عيونك إذا عم تسمعني، خذ نفس. أنت بقى حط لي حوالي في نبض، في نبض. نفس معنا زيادة، إذا عم تسمعنا تنفس زيادة. خليك عم تسمعني. الدفاع المدني، إسعافات أولية معنا. صباح الخير نور. أكون وعايتك. إيه وشادي عزبك؟ إيه منيح. عم بتصل بأختك مش عم بترد. لا مسكرة خطها. وهي الشارجور هون؟ وأكيد خيك فؤاد ما عنده زيت الشارجور. فاليوم بدك تتنازلي وتتصلي بخيك. لا أكيد بس يسمع صوتك رح يعطيها التليفون لأختك. إيه ما رح يحط على حاله واطي وسمعك صوته ببلاش. ايه بهيدي معك حق. هلا بكون سهرة كل الليل لفرح ونازل اروش فينا واحد ورا الثاني. حدا بيقول لك فؤاد؟ الا لا ما تعتلي يا حبيبتي، هلا بس توعى هي بتحكي معي. ايه ماشي يلا حبيبي باي. الله معك، مع السلامة باي. الو؟ اي انا لينا. بلا انا مرته. شو يا لينا شو عم تحكي؟ طيب 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 طولي بالك يلا. مسافة الطريق بكون عندك، مع السلامة يلا باي. ساعة عم بحكيون عنكم. هيدا عامر خيي وصديقي وشريكي الجديد ومدامته لينا. أهلا وسهلا أستاذ عامر. سامي ابن خالتي المهندس اللي عرفتك عليه وحكيت لك عنه فلقت لك راسك فيه. هذا هو. أهلا سامي، أهلا وسهلا. سامي طبعا حكي لي عنك كثير، شرفنا فيك. والحلوة مدامته فرح. مرحبا. هلا خلص عرفتكم على بعض، يلا خلص أنا بدي أروح لعند صاحبته وإلا ليتي رح تكون سودة. خذ راحتك. ألو؟ ألو؟ ايه ماما. طيب ماما بكره بس توعي بنحكي، وانا كمان اشتقت لك. سلمي لي على سليم ومريم كثير وبوسي لي مارو. اوكي حبيبه تصبحي على خير.
الضجة كثير جوا، الميوزك كثير عالية. أنا ما بحب الصوت العالي. معلي، الواحد بيرقص شوي بفضل يفوت ستريس. تاخذي سيجارة؟ مع انه ساعة كثير. عندك حق، الشتوية شكلها قاسية كثير هالسنة. هيك الهيئة. انت بدك تدخن؟ طلعت اخر سيجارة، حظك. سوري، خلص بلا ما دخنك. لا ولا يهمك، يعني ما معقول ارجع بعزيمتي كلها سيجارة. عندك مانع ندخنها مع بعض؟ شراكة يعني. اوكي. طلعت حلوة مع القميص. أخذت برأيك. شو بتعملي بالحياة غير الشوبينج؟ أنا دارسة إعلام بس ما اشتغلت فيها. بعلم رقص. بتعلمي رقص؟ من أنا وصغيرة برقص بلاي وهلا بعلم رقص صالونات. تانجو وفالس. وين بتعلمي رقص؟ ليه حابب تتعلم؟ ليش لا؟ حلو الواحد كل فترة وفترة يعني يكسر روتين حياته ويتعلم شيء جديد. النادي تبعنا بالأشرفية. وين جوست السوفير؟ بتنزل من تحت وعلى الطريق. طيب أعطيني رقم تليفونك. بتدليني أنا وجاي لعندك أحسن لأنه هيك ما رح ندل. هلا برن لك. انا رح فوت، سقعت كثير. اوكي. اهدي وطولي بالك، فوتوه على غرفة العمليات. هو عايش؟ قلت لك فوتوه على غرفة العمليات، خلينا نرتاح شوي. وين فرح؟ هي ما تخيب الضيعة. شو دكتور طمني؟ وقفنا نزيف وسحبنا له خفرات الدم اللي براسه. وضعه مستقر هلا، بس ما فينا نعمل شيء غير ما يصحى من الكوما. وامتى رح يصحى؟ ما في يجاوبك، ما حدا بيعرف. كيف يعني ما حدا بيعرف؟ يعني رح يضل بالكوما؟ ما في يقول لي شيء غير انه ننطر. الو. ايه ماما. ما بعرف هلا خلصت العملية وعم بيقولوا فايت بكم ما بعرف. ايه طبعا انا سامر فيهم. لا لا هلا حكينا مع الحكيم. عامر عرض علي مشروع جديد. خي برافو حياتي. بس مش احلى لو طلعت من ابن خالتك مش من واحد غريب؟ كنوا حكيم ببعض، بعدين انت بتعرفي لكريم مطبل بالدنيا ومزمر بالاخرة. قر 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 قر. مين؟ الماما هلا بدي عليها بعدين. يا خبصت بالمشروب واخذت برد. طب فوت رايح شوي هلا بعمل لك زورات. Thank you.
استفرغت، بطني عم بتوجعني كثير. حرارتك طالعة؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف. فوت اتلقى حلق جيب لك دواء. يلا يلا. سامي؟ ايه. طفيت التلفزيون برا. على وقت وسؤال. شو بدك تحكي؟ في شيء ما بنحكى عنه، يا بيكون موجود يا ما له موجود. ما قلت لي شو الموضوع المهم اللي بدك تحكيني فيه؟ مو لا تفضلي بالأول، خليك معي. أنت لازم تفهمني وتقدر وضعي أكثر واحد. نحن جنس آكل هوا، وأكيد أنت مثلي بس مش حابب تعترف. أوف 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 أوف، وليش يعني واثق كثير إني مثلك؟ لأنه كل النسوان بعد أول بطن يا صديقي بصيروا مثل العنكبوت السوداء. مثل شو؟ العنكبوت السوداء، كل همهم إنه يخلصوا منك. يخلصوا منك انت ومن اشكالك، انا ومرتي مو هيك. غلطان، العنكبوتات كله نفس الشيء ونفس الشكل. انت فكرني هيك عم بحكي؟ انا عم بحكيك عن خبره طويله بعد زواجين وطلاقين وثلاث اربع اولاد. ونصيحتي لك صاحب. عم بيصير في عنا نقص بالشمنتو وبالحديد، يعني كميات صغيره مزبوط بس بالاخر بتجمع. أنا شاكك بشوفيرية الكميونات، وفي مبلغ بالحسابات، مبلغ ناقص ما عم بعرف وين راح. هيني قصة شوفيرية الكميونات اتركها علي، أنا بحلها، بس بالحسابات بحس إنك مضيع شوي. لا مالي مضيعة، أنا راجعت الفواتير فاتورة فاتورة، في شي ناقص. طيب مش مشكلة، هلا خلينا نطلب شي ناكله وبس نرجع على المكتب نقعد ونعمل الحسابات من أول وجديد. وليك بشرفك، إذا قررت تسلم الورشة لسامي ابن خالتي، أنا ما دخلني بالموضوع، ما بحب أتعامل مع القرايب، تصرف معه كأني أنا مش موجود، أوكي؟ خلاص أوكي ولا يهمك، أنا بتعامل معه، بس هو باينته شاطر وشغيل. ما عندي شك، بس ما بحب القرايب. شو عبالك تاكل؟ قل لي. وينك لهلا؟ هياني. بس كان في عجل سير على الطريق. خير؟ ما بقى اتأخر. ايه؟ حاضر. لولي برق الشاي.
شوف لي هالسيارة مع أحلاها ماشي 80,000 وطالبين فيها بس 12,000. يا بلاش من طرف الجيب يعني عن شهد اللي بيسمعك عم تحكي يقول شي خويشة كبير. ليش شو ناقص اللي حتى أركب سيارة مثل هاي ها؟ ناقصك حقها يا ابني. حط عقلك براسك واثبت لك على شغلي وبس توقف على إجريك اعمل اللي بدك إيه إلا راح تفقع لنا قلبنا أنا وأمك. فين خذوك؟ بعدني عم بشتغل فيه البورد مكسور ما بعرف اذا هيدا شغله بس بدي اعمل جهدي يعني صراحه بس برجع بحكيك شو ما جد علي بعدين برجع بحكيك اوكي 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 يلا باي. مرحبا مدام. المقدم جاد مسعود. انا مقدر ظرفي ما راح ياخذ وقتك كثير بس عندي كم سؤال. اكيد تفضل. سامي ابيض صديقي. اهلا. انا عندي اتصال بعمله برجع بالاسم. لينا أنا لازم أروح وبرجع بعد شوي. شو في؟ فرح تليفونها مسكر وخيا مش عم رد على التليفون. أنا كثير مشغول بالعلاقة. شوفك إيه؟ أوكي إن شاء الله خير. ماما شفتي شو صار؟ أهلين مستر سامي. وين فرح؟ ما بعرف ما شفتها. كيف شفتيها وسيارتها برا؟ مستر سامي مستر سامي فرح مستر سامي في أرض جوا فرح فيك انت الحين. اليوم اخذنا القياسات. يعني امتى فينا نشوف الدراونجز؟ 10 ايام بالكثير. الشباب عم يناموا بالمكتب. اي ناموا بالمكتب مو مشكله. لازم نستعجل قد ما فينا لانه المشروع بيتسلم بقرار. لازم يكون جاهز على المفتاح. شو ما خلص حديث الشغل؟ تعال شوفي، تعلمت الرقصه بنص ساعه. عن جد؟ عن جد تعلمت بهالسرعه؟ فظيعه. دغري لقطت الحركات. وانت كمان لازم تتعلم عشان نصير نرقص مع بعض. يا ريت. انا بتمنى. انا وفرح ولاد جيران ورفقه من لما كنا ولاد صغار. قد ايه صار لكم متزوجين؟ صارنا 3 سنين بس لحد هلا بنحس حالنا رفقه. هذا لانه مش خانقين بعض.
بحس هيدي احسن وصفه لحتى المشاعر ما تخلص. صح حياتي؟ صح. ولهلا الوصفه ظابطه. اصلا اكبر غلط وقت الانسان يفكر انه هو في يمتلك الثاني، هون بينتزع كل شيء. مزبوط، بس انا بشوف انه في شيء ثاني كمان بتحسه المراه، ما بعرف شو بدي سميه. يمكن هو الامان. شو قصدك بالامان؟ المصاري يعني؟ هلا المصاري مهمه اكيد، بس لا مو هذا قصدي. قصدي انه في رجال بيمرق بحياه المراه، فمن اول ما بتشوفه بتحس انه هذا هو اللي رح يكون زوجها وابو اولادها. يمكن هذا هو الاحساس اللي قصدي عنه. صح معك حق، بتحس انه هيدا هو. هذا هو الرجال اللي بتقدر تكفي معه كل حياتك وتعني معه عائلة كمان. تمام بالضبط. انت شو رأيك؟ انا بشوف الزواج بطيخة وما بيبين لهنا الا على المكسر. عم تضحكوا؟ انا عجل عم بحكي. بصة كلياتها صدفة، والمحظوظ بس هو اللي بيلاقي البني ادم الصح بالتوقيت الصح. وانت بتلاقي حالك محظوظ. كثير. انا ما بفهم منك، البطيخه طلعت حمراء. مو بس حمراء، حمراء وبتجنن ومثل القطر. الله يخليك لبعض. عامر انت شو برجك؟ هلا ما تفكرني كثير بفهم بالابراج، بس انه حسب ما بتذكر برج العقرب شخص يا كثير رايق يا كثير عصبي، بس هو شخص رومانسي. مشكلته انه بشك كثير وبيغار كثير، ما بيوثق بحدا حتى باصحابه. بس اذا اجى نهار وثق بحدا هو وراحت معه ابديه، والله يساعد اللي بيغلط معه. تطلع الزنافه طقس. عامر حبيبي تعال نقي قنينه الشامبين، انا ما بفهم فيهم. لحظه حبيبتي لحظه، فرح عم تحكي لي عن برجي؟ والله بس فضيت الكاسات. هات لشوف شو في عندكم، انا بفهم شوي بالشامبين. اي ممتاز تفضل. ايه شو كنت عم خبرك؟ وبالشغل العقرب ما بيحب يشتغل مع حدا، بفضل يشتغل لحاله. قتلتيني وانت عم ترقصي. ما عم بقدر شيل عيني عنك. كل نهاري عم فكر فيكي. محرم؟ قد ما عندكم انواع كثير طيبه فبيحتار الواحد شو بده ينقي، فجبت معي هيدي. طلع بيختار انيت الشامبين بناء على شكله، وانا اللي فكرته انه خبير فيها. بالاخر يعني كله بينشرب، المهم الصحبه الحلوه. تشيرز. تشيرز. لك شيء قلبي؟ لا ما بدي شيء. حلو بيتهم مزوق. ونحن شو بيتهم؟ دخيلك خلينا نشتهي شوي، بس اعطيني سنتين بس رح تشوفي بيت احلى من بيتهم. حبيبي شكر ربك علي نحن فيه. المعاش مهندس انجا يكفينا لاخر الشهر، وبرضه ليك شو عملنا انا وياك بهالسنتين. بعدين بحياتك ما تدعس فشخه اكبر منك. رح ادعس بالمطرح الصح. انا عندي احساس انه هذا المشروع رح يجيب لي مشروع اكبر. وأنا كمان حاسة إنه جايتنا أيام كتير حلوة. وين فرح؟ تلفنت وقلت لك مرتك مش هون. ايه من هون؟ فرح! دورت عليها بكل المطارح وتليفونها كان مسكر، ومن امبارحة مش فايتة على فيسبوك وواتساب، وين بدها تكون غير عندك؟ ليه عم تدفش هيك وليه؟ ليه عم تدفش؟ أنا هربت منكم ومن قرفكم كلكم، شو مفكر حالك بزريبة؟ إلي اطلع برا نشوف! قلت لها ألف مرة ما تقرب عليك، لأنه ما بيجي من وراك إلا كل شيء عاطل. أنا ما بستغرب إنه طفشت منك، كنت ناطر اللحظة من زمان. إذا حابب تعرف مرتك من زمان لو تجي لعندي، هي كمان وعدتني. وما بتحكي معي لأنه كلكم أنتوا مثل الطرش تمشوا سوا. ايه نور، انا جيت لعند خيك هلا بعدني ظاهر من عنده. اتخانقت انا وياه، عم بقول صار له زمان ما شافت اختك فرح. مش بس هيك، انا رحت على النادي وسيارتها مصفوفه هونيك، ما في حدا بيعرف عنها شيء من امبارح. نور انا بدي اياك تساعديني،
بدي تتصلي على دبي وتحكي مع امك واخواتك وما بعرف مع مين، بدي اعرف عنها شيء. اذا عرفت اي شيء رجعي اتصلي فيه. ماشي، يلا ناطرك، مع السلامه. ماشي ماما، اوكي حبيبتي، باي باي. ايه انت كمان باي. ماما بتسلم عليكي. الله يسلمها. شو الأخبار؟ سبا؟ رحت عند الدكتور كفت دغري على الجامعة. قال لي الدكتور إنه في ضل مداوم بالجامعة للشهر الخامس. تشرب شيء؟ لا لا، مستعجل، معي ثلاث ساعة بس. هيك قال الدكتور؟ نو ايه، المهم ما تعب حالي وما أحمل شيء تقيل. خليني أطلب لك شيء. سوري، دبل إسبريسو بليز. بدي أفرجيك شيء. هيك هول شي حلوين. كثير حلوين. شو حلو؟ بس مش بكير شوي؟ بلا، بس انه قلت في سيل وهيك بطل جيبهم غاليين بعد شوي. خايفين ما يثبت الحبل مثل مرتين اللي قبل؟ لا بالعكس. بسم الله، صحتك بتجنن. بس ضروري الدوام للشهر الخامس يعني؟ هلا لأوصل للشهر الخامس بنرجع بنحكي عن الموضوع، بس إنه أنا كمان مش سهلة علي يعني، هي أول سمستر الجامعة بتعطيني صف درسه لحالي. على كل حال بنحكي. خليني أمشي هلا. لوين بدك تروح؟ في حادث سيارة، شاب بأواخر الثلاثينات. بس عندي احساس انه في جريمه. اوف، جريمه؟ يبدو كان في معه مره. لقينا جزدانها وموبايلها بس ما لقيناها. ايه بتكون مرته؟ لا منها مرته، مرته شفتها وحكيت معها، بس ما قلت لها انه في مره ثانيه لاتاكد يعني. ايه. طيب شو في؟ هادي طلعوا فيشة المرة الثانية، طلعت مجوز. بعتقد شفت جوزة بالصدفة دهريات، حكيت معه. لازم ارجع اشوفه. سيد سامي، فرح حبيب مين بتكون لك؟ فرح مرتي.